تاني تنزل كده برضو وتطلع تاني عشان تعمل لك انبوبه بعديها اللي هي الديستال، وفي الاخر ده عندك الايه؟ الكوليكتنج تيوبيول. تعالوا بقى ركزوا معايا في الحصه دي. بروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول، ودي اسمها ديستال كونفوليوتد ايه؟ تيوبيول. بصوا يا شباب، السؤال دايما بيجي في الامتحان، قارن ما بين البروكسيمال وبين ايه؟ ديستال. هتلاقي عندك في الكتاب شرح للبروكسيمال صفحه مثلا، وشرح للديستال، وبعديها في ايه؟ جدول. طب يا دكتور الجدول اللي موجود دوت ناقص شويه عن الشرح. طب ايه بقى رايك لما نقول عناوين خلاص ونركب العناوين ده على الشرح وكانها جدول ما بين البروكسيمال وبين الايه؟ وبين الديستال. تمام كده؟ خلاص كده؟ بصوا كده معايا. لو سالك البروكسيمال والديستال كومبيوتد تبيول مقارنه ما بينهم، اقارن ما بينهم في الايه؟ رقم واحد يا شباب، مش دي انبوبه؟ معايا بقى مش هصوت، مش دي انبوبه يا شباب؟ يبقى انا عايز الطول والعرض بتاعها. يبقى رقم واحد هتقول لي اللينس والدايمتر. اللينس وليه يا شباب؟ والدايمتر. وبعد كده في عنوان تالت جميل قوي، تقول لي كل انبوبه بتبتدي فين؟ ستارت ات، وتسيب فراغ كده، اند اند ات، وبتنتهي فين؟ ستارت ات واند ات. صح كده؟ وبعدين يا دكتور هنبص بصه تحت اللايت مايكروسكوب، وبصه تحت الالكترون مايكروسكوب، وبعدين نعرف وظيفه كل انبوبه ايه هي؟ الفانكشن. بس خلي بالك العناوين هنا بتاع اللايت مختلفة شوية. في عنوان الأول اسمه الشين، ده معروف. العنوان التاني اسمه يا شباب؟ ها؟ النيوكليوس، ده برضه معروف. الجديد بقى مش هكتب سيتوبلازم، هكتب لك عنوان اسمه السيرفيسز. السيرفيسز بتاعت الخلايا اللي موجودة جوه كل أنبوبة. هو الخلية في العالم ليها كام نوع من السيرفيس؟ ثلاثة، ريبكس لاترال وبيز، صح؟ ايبيكال ولاترال وبيزا. خلاص يبقى احنا هنبص بصة على الايبكس بتاع الخلية والايبيكال سيرفيس واللاترال سيرفيس والبيزال سيرفيس. تعالى قول تاني. ودلوقتي بنقارن في سؤال مهم جدا في اليورينري سيستم، دايما بيجي في الامتحان ايه؟ قارن ما بين البروكسيمال وما بين الديستال. هتلاقي الجدول ده تيبيكال كده عادي في المذكرة. لو انت بتذاكر من الكتاب هتلاقي، ما تبصش للجدول، بص للكلام، الشرح اللي في الكتاب. الشرح اللي في الكتاب ركب عليه العناوين دي. خلاص؟ العناوين دي بتقول لك ايه؟ أي أنبوبة عشان توصفها. الأول هتقول لي طولها وعرضها، اللينس والإيه؟ معايا يا شباب؟ اللينس والإيه؟ قدامي. وبعدين تقول لي عنوان تاني بتبتدي فين وتنتهي فين؟ ستارت إت وإيه؟ وإند إت. وبعد كده بصة إل إم، بصة إي إم، والفانكشن بتاعتها. ال ال ام هنا العنوان التالت فيه اتغير. ال ال ام عاده شيب نيوكليوس سيتوبلازم، هنا لا، شيب نيوكليوس وايه؟ سيرفيسز. تعلق على الايبكس بتاع الخليه، على النطرن، على الايه؟ البيزا. والميزه بقى حاجه، حتى الالكترون هتلاقيني بقول لك ايبيكال لاترال بيزا. ايه ده يا دكتور؟ انت عايز تقول لي ان الكلام اللي انا هقوله هنا هرجع اكرره هنا، بس هكرره بما يتناسب مع ان ده الكترون، وهنشوف الكلام ده حاجه. دي العناوين. انا في رايي الدرس ده يخلص في الرسمه والعناوين بس. تعالى بقى نبدا الجدول ده مع بعض. بصوا معايا يا شباب، البرونز كونفوليوتد تيوبيول طولها قد ايه؟ هقول لحضرتك طولها 15 ملم. 15 ايه؟ ملي، مش مايكرو ولا نانو، 15 مللي ده طول الانبوبه. الديستال اقصر منها شويه، يعني الديستال كونفوليوتد تيوبيول هتلاقيها بتبقى طولها 5 مللي بس. كلام جميل جدا. البروكسيما عريضه شويه، بتبقى 50 مايكرومتر ان دايمتر. انما الديستال يا دكتور بتبقى اقل منها،
بتبقى 25 او خلينا نقول 20 مايكرومتر، يعني تقريبا نصها. تعال بقى العنوان الثاني، العنوان الثالث اللي هو يا شباب من الرسم هبتدي بالديستال. الديستال بتبتدي فين؟ هقولها انا، بتبتدي من اللوب اوف هنا وتنتهي فين؟ في الكوليكتنج تيوبيول. طيب البروكسيمال بقى بتنتهي في اللوب اوف هنا، طب بتبتدي فين؟ من الايه؟ برافو عليك، يورينري بولوفرينال كورباسل. عشان انا قلت لكم الحصه اللي فاتت ان في هنا حاجه اسمها هنا كورباسل، ده هنا الافرنت والافرنت والبوليمري اللي اصبنون عليه فاسكولار بول، الناحيه دي بقى ماشي فيها يوريك، فبنقول عليها ايه؟ يورينري. تعال نكتب الكلام ده. يبقى البروكسيمال بتبتدي في اليورينري بول اوفرينال كورباسل وبتنتهي عند اللوب اوف هيلين. حلو كده؟ تعالوا نشوف الديستال بتبتدي فين يا شباب؟ ها؟ عند اللوب اوف هيلين وتنتهي فين؟ هتقول كولكتنج تيوبيول. حدث في عنوان صعب. انبوبه طولها وعرضها وبتبتدي فين وتنتهي فين؟ كلام بسيط قوي سهل. تعالى بقى للكلام التاني. الشيبون نيوكليس. بص تعالى نس. الخليه جوه البروكسيمال يا جماعه بتبقى عامله كده. ده كده نوعها ايه؟ سيمبل ايه؟ صح؟ سيمبل ايه؟ كوبويدا. ولما تبقى الخليه كوبويدا النيوكليس تبقى ايه؟ سنتر راوند. الناحيه الثانيه نفس الكلام. الشيب برضه هتقول لي الخليه سيمبل كوبويدا والنيوكليس بتاعتها ايه؟ سنتر راوند. يبقى بص دي اول حاجه تقابلني في الجدول تبقى هنا زي هنا، عشان كده هديها علامه كده. الشيب والنيوكليس دول كده زي بعض. تمام كده؟ كده مش كده كده؟ تمام؟ خش بقى على السيرفس. السيرفس بقى هرسم لك رسمه مفصله شويه للخليه الواحده. بص كده معايا. الخليه بتبقى عامله كده. تفصيلي للخليه حضرتك بتاعه السم الكوبويدا اللي بي سي. بص معايا يا دكتور اسمها ايه؟ ليك معايا ورسمي بعد كده زي ما انت عايز، ليك معايا بس في الحته دي. تمام؟ بص يا شباب شايفين الخليه عامله ازاي؟ الايبكس عليه شغل واللاترال عليه شغل برضه والبيزر عليه فيه حاجات. اللعبه انك تعرف الحاجات دي توصفها ازاي تحت اللايت وتوصفها ازاي تحت الايبكس. تعالى كده نبص مع بعض. ايه رايك في ده؟ ده مايكرو فلاي. اكتب هنا مايكرو فلاي. امال اكتب ايه؟ براش بوردر. يبقى اذا يا دكتور الايبكس هتلاقي عليها براش بوردر. اللي هو لو جيت بصيت هنا هتلاقيه ايه؟ مايكرو فلاي. صعبه كده؟ بص على اللاترال. اللاترال زي ما يكون صوابع من الخليه دي. لا طبعا كلمة انتر ديجيتيشن تتكتب هنا اللاترال سيرفيس عليه انتر ديجيتيشن. طب سؤال بقى الانتر ديجيتيشن ده هيبان ازاي تحت المايت؟ هيبان بجملة جميلة قوي. لو الخلايا مع اللي جنبها عاملين انتر ديجيتيشن باللايت تقدر ترسم اللاترال سيرفيس كده خط كده؟ لا، عشان كده بقول على اللاترال سيرفيس تحت اللايت هلاقيه ان ديستينكت. ديستينكت يعني واضح. ايه ديستينكت يعني ايه؟ غير واضح، انا مش عارف ارسمه، انا مش عارف ارسمه خط كده. ليه يا عم ان ديستينكت؟ عشان عليه ايه؟ انتر ديجيتيشن. خلي بالك الحته دي ممكن تجيب ريزون. لو سالك اي حته من دول جيب ريزون هتجيب الالكترون بتاعها.
تمام كده؟ تعالى على اخر واحده. اخر واحده دي خدتوها السنه اللي فاتت. ايه اللي انا برسمه في النص ده؟ ايه ده يا شباب؟ ميتوكوندريا طبعا. اسمعوا حاجه اسمها بيزل انفولدنج وز ميتوكوندريا عشان تنقل الايونات. دي بيزل انفولدنج وز ميتوكوندريا. طب سؤال، هو انت هتشوف البيزل انفولدنج والميتوكوندريا تحت اللايت؟ لا طبعا. يبقى انت تحت الالكترا تكتب في بيزل انفولدنج ومعاها دكتور ويز ميتوكوندريا. طب يا ترى دي بقى هتبان ازاي تحت اللايت؟ ستريشن. كلمة ايه؟ ستريشن. ستريشن يعني خطوط. ستريشن. تعال بقى نقول من الاول تاني. عالم بتاعتك ايه؟ ها؟ لينس وليه؟ قدام. ستارت ات ويه؟ اند ات. لايت الكترون فانكشن. امسك اللايت. عناوين. شيب. نيوكليوس. استنى بقى هنا. سيرفيسز. كم سيرفيس اتعلق عليه؟ الايبكس واللاترال وليه؟ وهم هم هتقولهم تحت الالكترون. بس بقى خليك ذكي، هتغير الكلام. تمام كده؟ تمام. تعال نقارن. قلنا يا عم هنا الانبوبه طولها قد ايه؟ 15 مللي، يبقى هنا صغيره 5. هنا الديامتر 50 مايكرون، يبقى هنا 20 مايكرون. برضو يعني الانبوبه دي اقصر واضيق. هنا يا دكتور ستارت ات اليورينري بول وفرينال كورباسل واند ات اللوبوفينل. دي ستارت ات اللوبوفينل واند ات كونكتنج تيبيول. الشيب والنيوكليس هنا زي هنا، ودي اول حاجه مشتركه. هنا سيمبل كوبويدال والسنتر راوندد، سيمبل كوبويدال والسنتر راوند. تعالى بقى على السيرفس. تقول والله يا فندم تحت اللايت الايبكس براش فولدر، اللاترال اندستنج مش واضح، الفيزر في ستريشن. تعالى بقى تحت الليت، فسر كل كلمه قلتها. البراش دي هتقول عليها ايه؟ مايكرو فلور. والاندستنج دي تقول عليها ايه؟ انتر ديجيتيشن. والاسترايشن دي طلعت ايه؟ بيزل انفولدنج وز ميتوكوند. دي كلها بيبريزو. طب سؤال بقى، السيرفيسز اللايت والالكترون ايه اللي هيجي منها هنا؟ بص معايا كده. العلامه السوداء دي احنا اتفقنا انها الحاجات المشتركه. دي بس اللي هتبقى زيها. وطبعا دي زيها. يعني معنى كده ان الديستال ها عليها مايكرو بوردر، يعني ما عليهاش براش بوردر. اللاترال بوردر بتاعها في انتر ديجيتيشن، يبقى معنى كده ان هو ديستنج. يعني ايه ديستنج؟ واضح وباين. الحاجه الوحيده اللي هتلاقيها هنا زي هنا ان في ايه؟ استرايشن او بيزل انفولدنج وز مايتوكوندريا. تمام كده يا شباب؟ ولما اجي اكتب هنا في الديستال تنفي، يعني تقول لي ايه؟ نو براش بوردر. نو او تقول لي هنا ايه؟ ديستنكت. يعني واضح ديستنكت. انما في استرايش. حد يعرف يترجم لي الثلاثه دول؟ نو ايه؟ نو مايكرو فلاي. نو انتر ديجيتيشن. بس في بيزل انفولدنج وز مايتوكوندريا. كلام في منتهى السهوله. كل اللعبه زي ما قلت لك، انت بتبقى عارف المعلومه بس استنى عليها. عارف الخلايا عليها مايكرو فلاي، ال ام على طول مايكرو. يعني يا عم اكتب يا عم براش بورد وتعالى هنا اكتب مايكرو فلاي. اكتب ان النطره مش واضح وتعالى هنا قول لي في انتر ديجيتيشن. اكتب ان هنا في سترايشن وهنا قول في ليزر انفولدر وز ميتوكوندري. فهمنا الحته دي يا شباب؟ دكتور نعم. مش هتقل ايه المفروض بشوف من كل ايه؟ خالص بتبقى صغيره. هي لو كترت تخلي الخلايا تعمل، تخلي الخلايا ما بتشتغلش. تحت اللايت انا عارف من سنه اولى كان قال لكم انها بتبان كاورجانيل في خيوط. تمام؟ فيلامنتس اورجانيل. بس ده يعني مفيش ما تكون ابدا بتشتغل. الكترون دي تشكل تفصيل. خلاص؟ طيب بصوا يا شباب، تعالى بقى الفانكشن. الفانكشن بتاعت البروكسي والديستال كلمتين. كلمه اسمها ري ابسوربشن وعكسها كلمه اسمها سيكريشن. وهتاخد الكلام ده بالتفصيل في الفسيولوجي. اوكي؟ تعال نشوف كده. يعني ايه ري ابسوربشن او ري ابسوربشن؟ ري ابسوربشن، يعني ايه ري ابسوربشن يا شباب؟ ها؟ إعادة ايه؟ إعادة امتصاص. يعني ايه برضه إعادة امتصاص؟ بص كده معايا. دلوقتي في حاجات احنا في هنا حتة ناقصة اللي هي الجومنز كبسول، مش كده؟
بالبومنز كبسول في حاجات بيحصل لها فلتريشن هنا. فلتريشن زي ما اتفقنا عن طريق البلاد رينال بارير. الحاجات دي بتمشي هنا كده. تكمل. الحاجات دي فيها حاجات حلوة وفيها حاجات وحشة. الحاجات الحلوة الجسم يقول لك لا استنى أنا عايز الحاجات دي. فيقوم عامل لها ري أبزوربشن. ري أبزوربشن دي يعني إعادة امتصاص. تمام كده؟ تمام؟ طيب والحاجات الوحشة يسيبها زي ما هي، هتكمل 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 وتنزل في اليورين. تمام؟ إيه الحاجات اللي بيحصل لها ري أبزوربشن هنا في البروكسيمال؟ لو حصل عدى عندك امينو اسيد هتعمل له طبعا ري ابزوربشن. جلوكوز برضه لو موجود هيحصل له ري ابزوربشن. يعني زي ما تقول تقدر تقول كده ان الكدني فات بعد ما عملت فلتريشن للحاجات درجه ثانيه كده الحق ده احنا نسينا وعملنا فلتريشن لامينو اسيد وجلوكوز هاتهم تاني ري ابزوربشن. بتعمل ري ابزوربشن لمعظم المينرال زي الصوديوم والبوتاسيوم والكلورايد والكالسيوم والمغنيسيوم و و و معظم المينرال. والمينرال دايما بتسحب معاها مين؟ مين؟ ووتر. يقول لك 63% من الووتر بيحصل لهم ري ابزوربشن فين؟ ها؟ في البروكسيمال كونفليوتد تيوب. الرقم ده بقى تاخد في الفسيولوجي 65، ناس ثالثه تقول لك 70، يا عم انا يهمني، اغلبيه الووتر بيحصل له ري ابزوربشن فين؟ في ايه؟ في الرقم. طب حد يعرف يقول لي من المعلومات دي ايه اللي هيحصل له ري ابزوربشن في الديستال؟ كلمة بسيطة بقية المية وبقية المية صح ولا لا؟ طب انت بتقول لي هنا 63% الباقي بقى قول يا عم 65 في 35 باقيين هنا اهو تمام؟ صوديوم وبوتاسيوم و لو بقى شوية صوديوم وعايز تعمل له ابزوربشن يبقى ايه؟ يبقى هنا من الآخر هكتب لك ري ابزوربشن لمين يا دكتور؟ الباقي من الصوديوم والوتر. صعب الري ابزوربشن؟ في حركة تانية اسمها ايه؟ سكريشن. سكريشن دي عكس الري ابزوربشن. الري ابزوربشن زي ما قلت لك الجسم فاق قال لك ايه ده في حاجه احنا غلطنا وعملنا لها فلتريشن ارجع يا عم هات لي تاني هات لي الميه هات لي التاني بقى عكسها في طبعا دم هنا وفي دم ماشي هنا الدم اللي ماشي هنا بص لقى فيه سموم قال لك ايه ده يا عم ده احنا نسينا نعمل لها فلتريشن تمام الحق يا عم نخلص من الحاجات دي فالسكريشن ده بيبقى كده ماشي كده يا شباب بيبقى ازاي كده اهو عكس الري ابزوربشن تمام حاجه الجسم نسي يعمل لها فلتريشن هنا راح عامل لها فلتريشن من هنا او سكريشن من هنا الحاجات دي اللي هي ايه قال لك والله يا فندم في حاجات محدده بيحصل لها سكريشن في البروكسيمال وفي حاجات في الديستال اللي في البروكسيمال دول هتلاقيهم رقم واحد ماده اسمها كرياتينين اسمها يا شباب والايودين كرياتينين وايودين وبعض الادويه تاخدهم السنه الجايه ان شاء الله في الفرق يبقى ايودين وكرياتينين. طب والناحيه الثانيه بقى في ثلاث مواد هنا بيحصل لهم سكريشن. رقم واحد البوتاسيوم، رقم اثنين الهيدروجين ايون، ورقم ثلاثه ماده اسمها الامونيوم. يبقى ايه اللي بيحصل له سكريشن بقى يا شباب؟ ها؟ البروكسيمال مين؟ ها؟ الكرياتينين والايودين والايه؟ وسام دراكس. الكلام ده تعرف قيمته في سنه خمسه واللي فيكم ان شاء الله يبقى دكتور بطن هيعرف قيمه الكلام ده، بمعنى ايه؟ الكرياتين ده انا بقيس بيه وظيفه الكلى. ازاي يا دكتور؟ الكرياتين ده المفروض ان بيحصل له سكريشن، يعني المفروض انه حاجه وحشه الجسم يتخلص منها، نسبته في الدم مثلا ده معلومه ليك عشان تحفظها ما بتعديش 1.2. واحد بتعمل له تحليل دم لقيت الكرياتين عنده 3. ده دليل ايه؟ الكدني مش شغال صح كده؟ بيقول لك لو عين الحد 4 لو عين الحد 4 الشخص ده هيغسل يغسل الدم يغسل كده تمام كده يا شباب؟ يبقى اذا ده حاجه مهمه قوي مش هتتعديه طب بلاش دي شايف انت الهيدروجين ده؟ تخيل معايا ان الخليه دي ما عملتش سكريشن للهيدروجين الهيدروجين هيخرب في الدم ده يعمل ايه ده؟ اسيدوزس تمام؟ اسيدوزس خلي الدم حامضي اسيدك بي اتش مش كده يا شباب؟ يبقى الحاجات دي مش حاجات كانت تعديها لا ده حاجات مهمه، الحاجات دي نسبتها في الدم بقيس بيها الكلى شغاله ولا لا، عملت سكريشن للكريات يبقى انت شغال، عملت سكريشن للهيدروجين والبي اتش مظبوطه تمام، اي اختلال يبقى في مشكله في الكلى. تمام كده يا شباب؟ في اي مشاكل؟ طيب. تعالى نقول الجدول الجميل السهل مره ثانيه.
الجدول ده يا جماعه مهم قوي، والسؤال عمره ما جه في الامتحان بروبز من الاوتيست لوحده، دايما بيجي قارن، ولو هتقارن يبقى في جدول. الجدول اللي عندك في الكتاب ناقص الكلام اللي قبله جميل. طب الكلام اللي قبله ده نعمل فيه ايه؟ ما هو باراجراف وباراجراف، باراجراف كبير وباراجراف كبير، ركب عليه يا عم العناوين دي. عناوينك اهي تقارن ما بينهم زي ما انت عايز. حلو كده؟ تعال نشوف الكلام ده. ايه العناوين بتاعتي؟ ها؟ انابيب هتقارن بيها، يبقى لازم تقول لي طول وعرض الانبوب. لينس وايه؟ قدامي. ستارت ات وايه؟ بتبتدي فين وتنتهي فين؟ خش بقى لايت الكترون فانكشن. بس يا جماعه اللايت فيه تكه. شيب ونيوكليس علينا على راسي، انما التكه ايه؟ السيرفس. علق على الايبكس، علق على اللاترال، علق على البيس. وخلي بالك وانت بتتكلم فيهم انت لايت ولا الكترون، لان الحاجات اللي هتقولها لايت هترجع تفسرها فين؟ في الالكترون. وبعدين تقول الوظيفه، وانا قلت لك الوظيفه كلمتين، هي ابزوربشن وعكسها زي. يبقى الناحيه الثانيه 5 مللي، هنا هيبقى 50 مايكرو، الناحيه الثانيه بقى 20 مايكرو. ستارت ات وين ده كلام فارغ، بس تعرف البروكس ما بتبتدي فين. بتبتدي في حته اسمها ايه؟ يورينري بولو فرينال كورباس. تعالى بقى الشيب واحد والنيوكلاس واحد اللي هو ايه؟ سيمبل كوبويدال وعليها او جواها ايه؟ سنتر راوند نيوكلاس. تعالى على السيرفس بقى، بص يا عم هنا اهو البروكس، الايبكس براش اللي هو ايه ده؟ مايكرو فيلار. اللاترال اندستينك مش واضح اللي هو ايه ده؟ انتر ديجيتيشن. البيزل استرايشن اللي هو ايه ده؟ انفوردنج وز مايكرو كود. كده؟ مين من دول هيفضل زي ما هو في الديستال؟ البيزل. يبقى استرايشن وبيزل انفورد. الباقي كله تنفيذ. نو براش بوردر، نو مايكرو فيلار. ديستينك يعني ديستينك؟ واضح عكس اندستينك. الفانكشن بقى، ايه الحاجات اللي بيحصل لها هنا سكريشن؟ ها؟ الايه؟ الكرياتينين والايودين سكريشن. وهنا هيحصل ايه بقى؟ هيدروجين، بوتاسيوم، امونيا. اغلبيه الميه والمينرالز فين؟ في البروكسي. صعب الكلام ده؟ طيب. تعالى ناخد بقى اللي بينهم. اللي بينهم دي اللي هي اللوب اوف هيلي. دي العناوين اللي تخرج منك حصه النهارده بصراحه. بصوا يا جماعه اللوب اوف هيلر عشان ارسمه صح هرسمه كده. بصوا معايا هرسمه كده يا شباب. اولا هو فين الحد الفاصل بين الكورتكس والمضم؟ اهو ده كده كورتكس وده تحت ايه؟ مضم. يعني معنى كده يا دكتور ان اللوب اوف هينل في منه جزء في الكورتكس وجزء في المضم. سيبك من الكلام ده، دايما اللوب اوف هينل يا جماعه بيتقسم لجزئين. ركزوا معايا، الجزء ده بقول عليه بالسنك وده هيبقى ايه؟ السنك. واضح ان كل جزء فيه حته تخينه وحته رفيعه، عشان كده هتلاقي في الفسيولوجي هتفتكر الكلام ده بيقسم لك اللوب اوف هيلر اربع اجزاء. ثيك ديسندنج، ثين ديسندنج، ثين اسندنج، ثيك سندنج. ده ليه بقى؟ في الفسيولوجي هتعرف ان كل واحد من دول وظيفه. ده مش عارف في حاجه بيحصل لها سكريشن هنا، في حاجه بيحصل لها ابزوربشن هنا، في حاجه مش عارف بيحصل لها ايه، وبيحددك كده الثيك اسندنج الثين ديسندنج، فعشان تبقى عارف الاجزاء دي كده. مش كده يا شباب؟ طيب. يبقى اذا هو زي ما حضرتك شايف اربع اجزاء. طب سؤال بقى، تعالى نملى الديامتر والابيسيليم بتاع كل جزء. تيجي نعملها كده؟ الديامتر هو هنا كان كام؟ 15 ديامتر مش لينز 50 مايكرو. دي تقريبا 50 او 60 مشيها 50 ودي زيها 50. هنا كانت كام؟ 20. هنا ممكن تقول 20 بس هي 15 مايكرو وهنا 15 مايكرو. حلو كده يا شباب؟ انا بحاول اسهل عليك عشان تحفظ. ماشي كده يا ولاد؟ في مشكله؟ طيب نوع الاليسيليا واحده واحده بقى. هو البروكسيمال والديستال كان نوع واحد اللي هو مين؟ سيمبل كوبويد. خلاص الحته التخينه هنا وهنا برضه سنجل كوبويد.
يعني دي سيمبل كوبويدال سيمبل كوبويدال سيمبل كوبويدال سيمبل كوبويدال. طب دي تفتكر هتبقى ايه؟ سيمبل سكوير. هو ايه اللي اصغر من السيمبل كوبويدال غير سيمبل سكوير؟ كده مشكله. يبقى الدايمتر والليبسينيا بتاع الاثنين خلص. اتبقى حاجه واحده. بص في رسمه كده هرسمها لك الكدني. مش كنا بنرسمها كده بالمنظر ده كده؟ وده كده اعتبره حد فاصل بين الكورتكس وبين المظله. بيقول لك ان في نوعين من النفرون. نوعين من ايه؟ من النفرون. في نفرون يا شباب بيبقى هنا كده 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 كده، وده كده في الكورتكس صح؟ وفي واحد تاني تلاقيه لازق قوي في المظله كده اهو. الكلام ده هتاخد في الفسيولوجي. يبقى عندي يا دكتور في حاجه اسمها كورتيكال نفرون. التاني بقى لازق في المظله، لازق دي مجاور جاكستا. كلمه جاكستا يعني مجاور. جاكستا ميدالري نفرون. انا عندي كام نوع من النفرون؟ اثنين. كورتيكال وين؟ جاكستا ميدالري. واضح كده ان طول اللوب فين المختلف ما بين ده وما بين ده؟ مين اطول؟ الجاكستا ميدالري. ومين قصير؟ الكورتيكال. انا عايزك بس تعرف المعلومه دي عشان ام سي كيو. يبقى يا دكتور الجاكستا ميدالري ده عنده لونج لوب اوف هين، وده عنده ايه؟ شورت لوب اوف هين. يبقى اذا لما يجي يقول لك انواع اللوب اوف هين هيقول لك ايه؟ لونج وشورت. اللونج ده في مين؟ الجاكستا ميدالري. والشورت ده فين؟ ها؟ في الكورتيكال. كده مشكله؟ ايه وظيفه بقى اللوب اوف هين؟ اللوب اوف هين خلي بالك ما بيجيش في الامتحان، بيجي بس كايه شورت لوب بس. ايه وظيفه بقى اللوب اوف هين؟ بص في حاجة هتاخدها برضه في الفسيولوجي اسمها، عايزك بس تعرف اسمها، كاونتر كارنت ميكانيزم، اللي هي اسمها كاونتر، اكتبها لك ايه؟ كاونتر كارنت ميكانيزم. عارفين وظيفة الانتي دايوريتيك هرمون؟ انتي دايوريتيك يعني بيسحب الايه؟ المية. لما يسحب المية اليورين هيبقى نازل ايه؟ كونسنتريت. فبيقول لك وظيفه الانتي دايوريتيك هرمون ان يعمل كونسنتريشن اليورين. اهو ده برضه وظيفته انه يعمل ايه؟ كونسنتريشن اليورين. حلو؟ هتاخد الميكانيزم ده في الفسيولوجي بس انت تبقى عارف من دلوقتي ان وظيفته يا دكتور انه يعمل كونسنتريشن لليورين. ماشي يا شباب كده؟ يبقى اذا وظيفه اللوبو فينن انها مكان بيحصل فيه كونسنتريشن للايه؟ لليورين. كده حاجه صعبه؟ في مشاكل؟ ده اللوبو في ايه؟ وفي مين؟ بس كده. الحصة الجاية بكرة يوم الأحد إن شاء الله هنخلص الفيديو. أوكي؟